فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، المقام هنا في ميدان التحدي في ميدان الشحانية. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى شعار هجن العاصفة المتواجد هنالك على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط مع جوهرة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي من يقودها في عملية التضمير والمتابعة. ننتقل مباشرة ونتابع منصورة من تحتل المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والمضمر سالم بن حمد بن نهيان العامري سفير المضمرين يصل على المركز الثاني، بينما المركز الثالث أوصلت سلهودة القادمة من مؤسسة هجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا سلهودة بهذا الأداء الجميل والمميز. المركز الرابع تقدمت مزنة من هجن الرياسة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يضمرها ويتابع انطلاق مزنة. المركز الخامس ختام هذه الجولة مع نشوة من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري يتواصل هنا مع هذه التحديات. يكمل المسار يكمل التحدي على مستوى المركز الخامس. هذه الخمسة النجوم الأولى، الخمسة المراكز الأولى المنطلقة الباحثة عن الناموس الباحثة عن الفوز والانتصار في ميدان الشحانية. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط إلى التغيرات التي طارت وجرت على المقدمة. شعار هجن الرياسة يتسلل إلى مقدمة الشوط مع انطلاق سلهودة من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي من انتزع الشوط الأول الرئيسي في صباح هذا اليوم، من قدم الكايدة أيضا هنا يأتي بهذا الأداء الجميل والمميز. علي بن جميل الوهيبي قائدا لهذه الشعارات ولهذه النجوم في مسار وتحدي شوطنا السادس. كما نذكر بأن الجاي سيارة تويوتا ستيشن جي اكس ار تنتظر احد الاسماء الفائزة في تحديات هذا الشوط. المركز الثاني شعار هجن العاصفة جوهره القادمة على مستوى المركز الثاني واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير من يقدم لنا جوهرة على المركز الثاني. المركز الثالث تتواجد منصورة وسفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري يقدم لنا منصورة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على المركز الثالث. المركز الرابع تتواجد هنالك ويتواجد شعار هجن الرياسة تقدمت مزنة، مزنة على المركز الثالث أم المركز الرابع في هذه اللحظات بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا القادمة هنالك والقادم شعار هجن الرياسة مع نشوة المستحيل راشد بن محمد بن سم المنصوري على المركز الخامس. خماسية مميزة، خماسية والأروع على مقدمة الشوط. بدأت بالانفراد، بدأت بالتحدي مبكرا والانعزال عن بقية الأسماء المشاركة في مسار هذا الشوط. القيادة مع الرئاسة والمتابعة مع العاصفة والدعم اللوجستي أيضا يأتي مع البروفيسور ومع المستحيل على المركز الرابع والخامس. ولكن نبقى مع سلهودة، سلهودة وصلت نشوة من الجانب الأيمن راشد بن محمد السم المنصوري ولا زالت القيادة تحت أقدام سلهودة من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين لا زال هو المسيطر والمتربع على عرش الصدارة وعرش المقدمة. المركز الثاني نشوة تتواجد على ثاني التحديات من مؤسسة هجن الرياسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتقدم أبو ذياب راشد بن محمد السم المنصوري مع انطلاق نشوة لتكون السيطرة رئاسية على المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث الله الله هذه منصورة وصل
وصلت إلى منصورة على المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسالم بن حمد بن نهيان العامري. من يتابع انطلاق منصورة على المركز الثالث؟ المركز الرابع جوهرة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي يتقدم الواثق، ولكن من الجانب الأيمن مزنة الخير، مزنة العطاء تقدمت الآن وترتدي هذا الشعار العملاق، شعار مؤسسة هجن الرئاسة، وبمتابعة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة ونداينا الثالث لهذه الخمسة المراكز الأولى مع اقتراب الشعارات. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، هنالك من بدأت تتقدم رويدا رويدا، ولكن نبقى مع القيادة، وكيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط نهاية يا الظافر. علي بن جمير الوهيبي في القيادة والريادة على المركز الأول مع هذا الانطلاق ومع هذا الاندفاع. سلهودة يا سلهودة من مؤسسة هجن الرئاسة، علي بن جميل الوهيبي على المركز الأول. المركز الثاني نشوة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. المركز الثالث مزنة تأتي هنا ثالثا لتكون السيطرة رئاسية باللون الأحمر بلون الحظ والعشق على مقدمة شوط محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت ضجة ضجة بدأت بالضجيج من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي، وأيضا شعار هجن الشحانية وصل مع علماء من هجن الشحانية سالم بن فاران المري. وصل الذهبي، ولكن المقدمة الله بدأت سلهودة بالانطلاق، بدأت بالمغادرة نحو ذلك الناموس، نحو الفوز والانتصار. يقودها أحد الكبار، أحد العمالقة، الظافر علي بن جميل الوهيبي، مضمرا يعرف طرق النواميس، يعرف طرق الفوز والانتصار جيدا. من انتصر في صباح هذا اليوم؟ من قدم الكائدة في الشوط الرئيسي الأول؟ يأتي بهذه الأسماء الجميلة يؤكد بأنه مسيطر ومحتكرا لبعض الأشواط. علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين ينقل السلامات من هنا إلى الوثبة، إلى العاصمة أبوظبي. ولكن دير بالك ضجة قادمة، هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير، ضجة على المركز الثاني. ولكن سلهودة الأقرب إلى الفوز، الأقرب إلى الانتصار. علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين، من قدم لنا الكائدة يقدم ضجة بهذا المستوى العالي. الله وصل الواثق، وصل الفيلسوف، ولكن الظافر. سلام للعاصمة الإماراتية أبوظبي، سلام للرئاسة، سلام على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت مرضية من هجن الرئاسة ورجل الخطوط النهائية أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. المركز الثالث ضجة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الرابع وصلت على رابع المراكز نشوة من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري، بينما المركز الخامس مزنة من هجن الرئاسة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. قطعت مسافة 6 كيلومترات سلهودة بتوقيت زمني 9:14 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة والظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الثاني وصلت مرضية 9:16 6 أجزاء من الثانية من وصل في الأمتار الأخير أحمد المطر بن مايد الخيالي، بينما المركز الثالث ضجة وصلت بتوقيت زمني 9:16 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لهجن العاصفة وللواثق حمد بن راشد بن غدير. تهانينا والناموس لجميع